الأيام اللي جاية المزارعين في كل المحافظات هيطهروا المساقي الخصوصية قبل فترة أقصى الاحتياجات، ده بالتزامن مع قيام الوزارة بتطهير الترع، وده هيكون ليه تأثير إيجابي بكل تأكيد، وهو إن المزارعين مش هيعانوا من نقص المياه خلال الموسم الصيفي. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن اهميه قيام المزارعين بهذه الخطوه تطهير المساقي الخصوصيه. معانا على التليفون المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه والري. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. يا اهلا بحضرتك. لو في البدايه نعرف الساده المشاهدين على اهميه قيام المزارعين بتطهير المساقي الخاصه. طبعا احنا الفتره اللي جايه ان شاء الله في شهر 5 القادم دي بدايه فتره اقصى الاحتياجات. طبعا دي فتره الموسم الصيفي اللي بتتزايد فيها الاحتياجات المائيه، سواء لاحتياجات الري للاراضي الزراعيه او لاستخدامات مياه الشرب. وطبعا الفتره دي بتكون فيها طلب كبير على الميه، وبالتالي شبكه الموارد المائيه او المجاري المائيه لازم تكون مطهره بشكل كامل علشان تقدر توصل كميات الميه المطلوبه. احنا هنا بنتكلم على شبكه متكامله، احنا عندنا نهر النيل وترع رئيسيه، ترع فرعيه بدرجات مختلفه، وصولا الى المساقي الخصوصيه. المساقي دي هي مملوكه للمزارعين انفسهم، والمساقي دي درجه اصغر من الترع، وبتاخد الميه من الترع علشان توصلها لارض المزارع. احنا من جانبنا كوزاره ري في مجهود ضخم جدا بيتم في هذا المجال من خلال تطهير 33 ألف كيلو متر من الترع في مختلف أنحاء الوادي والدلتا. والموضوع ده طبعا يعني هام جدا، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بيتابعه بشكل يومي وعلى مدار الساعة علشان يتابع معدلات تنفيذ التطهيرات، وليطمئن تماما ان احنا هندخل الموسم الصيفي وجميع الترع في مصر مطهره ال 33,000 كيلو. ولكن هنا في بعد اخر وهي المسائي. الوزاره بتقوم بدورها وبتطهر الترع عشان اضمن ان الميه توصل لاول المسقه بالكميه المطلوبه وفي الوقت المطلوب. ولكن اذا كانت المسقه دي فيها حشائش او مسدوده او فيها بعض المخلفات او ما شابه، الميه مش هتقدر تدخل في المسقه علشان توصل لارض المزارع. وده هنا احنا بنكلم اهالينا واخواتنا المزارعين ان ده دورك ومصلحتك. الوزاره بتقوم بدورها، بتوصل الميه من خلال شبكه الترع الضخمه اللي موجوده، ولكن دور كل مزارع او مجموعه مزارعين على مسقه واحده دورهم ان هم يطهروا هذه المسقه قبل فتره اقصى الاحتياجات، بحيث انه لما الميه توصل في الترع لغايه اول المسقه تكون المسقه مطهره وتقدر تاخد التصرفات المائيه المطلوبه وتنقلها لغايه الارض الزراعيه بتاعه كل مزارع. وهنا نقدر نقول يا دكتور انه دي اهميه التزامن، تزامن تطهير الترع مع كمان تطهير المسائي زي ما حضرتك قلت. بالظبط، احنا عايزين ندخل شهر 5 ان كل الترع وكل المسائي متطهره بنسبه 100%، بحيث ان التصرفات المائيه تمر بالسلاسه وبدون اي عوائق سواء في الترع او في المسائي لحد ما توصل لارض المزارع. طب يا فندم، فتره اقصى الاحتياجات، لو حضرتك كمان توضح لنا ايه الفتره دي وايه الاضرار اللي ممكن تكون ناتجه عن عدم تطهير المسائي في فتره اقصى الاحتياجات. فترة أقصى الاحتياجات حتى من اسمها إن هي بيبقى فيها أكبر احتياجات مائية خلال العام كله، اللي هي فترة الصيف. طبعًا إحنا عارفين المحاصيل الصيفية طبعًا مع ارتفاع درجة الحرارة بتحتاج كميات أكبر من المية أثناء الري، وأيضًا حتى استهلاك المنازل من مياه الشرب في فترة الصيف بيكون أكبر من الشتاء. فبالتالي احتياجاتنا المائية في الصيف اللي هي الفترة من شهر 5 مثلا لغاية شهر 9 تقريبا، الفترة دي بترتفع فيها الاحتياجات المائية. فلازما شبكة المجاري المائية اللي بتنقل هذه المية، احنا من أول نقطة عندنا من أسوان المية خارجة من السد العالي، في شبكة ضخمة، نهر النيل، ترع رئيسية وريحات طبعا، وترع فرعية وصولا إلى المسائي. المزارع علشان المية توصل له لازما كل هذا المسار يكون مطهر عشان الميه توصل لاول الارض عنده يقدر يرفعها ويروي بيها في فتره اقصى الاحتياجات. لو الترع في ترعه مش مطهره او في مسقه مش مطهره، الميه مش هتقدر تعدي. صحيح. وجود الخشائش او وجود
ودي يمكن احنا هنا برضو بنستغل الفرصه ان احنا ننبه الناس لالقاء المخلفات في الترع، مش بس الحشائش. احنا الحشائش دي بتطلع في هذه الفتره وبيتم تطهيرها، ولكن كمان المواطن اللي بيرمي المخلفات المنزليه في الترع، انت بتضر نفسك وبتضر جيرانك واهل قريتك، لان انت بتسد المجرى المائي اللي هم بيستخدموه في ري اراضيهم. وممكن يكون المزارع نفسه هو ساكن في قريه وبيرمي مخلفاته، وبعدين بيشتكي ان المياه مش وصله، صحيح، لانه ما المخلفات دي سدت الترعه اللي بتوصل لك المياه، او بتوصل المياه لمحطه الشرب. فبالتالي لازما هذه المسارات بالكامل تكون مطهره عشان المياه تقدر توصل بسلاسه. عظيم جدا. اذا في توعيه للمزارعين يا باشمهندس بعدم القاء المخلفات في هذه المسائل، لان هي خاصه زي ما حضرتك ذكرت، وهم المستفيدين من تطهيرها. طيب، دي اهم نقطه. جميل. هل في حاجه ثانيه موجوده في هذه المسائل بيعملوا على تطهيرها مثلا بخلاف الحشائش؟ هل في حشرات مثلا يا فندم من ممكن تكون موجوده في هذه المسائل وبنستخدم حاجه معينه للقضاء عليها؟ لا، هو المزارعين بيقوموا بازاله الحشائش بطرق يدويه، وممكن بعض اذا كانت المسائل اكبر شويه في بعض المعدات المخصوصه لازاله هذه الحشائش. لكن ما فيش مواد كيميائيه مثلا يا فندم؟ او لا، هي بتتم بطرق يدويه او ميكانيكيه لازاله الحشائش الاساسيه اللي موجوده فيها. بس احنا بنتكلم برضو بالمره بنوعي الناس المخلفات، وبالذات في الترع. يعني المسألة ممكن ما يكونش فيها مخلفات كتير، لكن مشكلتها الأساسية في الحشائش، ولكن الترع إلقاء المخلفات المنزلية فيها والقمامة وخلافه أمر يعني مؤذي جدا وخطير، وبيعيق مرور المية، وبعدين بنشتكي إن المية مش واصلة. طب ما إحنا اللي بنقوم بهذا السلوك وبنرمي المخلفات في المجرى المائي، وبعدين بنشتكي ان الميه مش واصله. فيعني بنناشد الناس، ارجوكم بفضل اقصى الاحتياجات الترعة لازما تكون نظيفه تماما عشان تقدر تمرر الاحتياجات المائيه، واحنا كلنا عايشين على الميه دي، سواء مزارع او حد بيشرب ميه، ما حدش بيستغنى عن الميه. فانت بتعمل تصرف بتاذي بيه نفسك في النهايه. طبعا. طيب باشمهندس، خلينا نستغل وجود حضرتك معانا وسألك عن البيان التوضيحي الصادر من وزارة الموارد المائية، والرأي بيان هذا البيان التوضيحي الخاص بما تم تداوله على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض الجمعيات الخيرية والأهلية بجمع تبرعات من المواطنين لحفر أبار مياه جوفية في المناطق النائية. احنا كوزارة ري أصدرنا هذا البيان لأنه يعني تلاحظ انتشار اعلانات، ويمكن الاعلانات دي بتزيد في قبل رمضان واثناء رمضان، بدعوه المواطنين للتبرع لعدد من الجمعيات الخيريه اللي بتحفر ابار جوفيه في المناطق النائيه. احنا بس عايزين يعني نقطه هامه جدا نوضحها، هذا الفعل اللي هو حفر الابار الجوفيه لعمل خير ومساعده الناس، هو يبدو في ظاهره امر محمود وامر انت بتعمل بيه. طبعا الناس اللي بتتبرع بيبقى في نيتها ان هي طبعاً بتعمل ثواب بتساعد بيه الاخرين، ولكن احنا عايزين نوضح نقطه مهمه جدا، هو ازاي تعمل هذا الثواب علشان تساعد الناس بجد. انت لو عملت هذا الاجراء او هذه الجمعيه حفرت البير بدون الرجوع للوزاره، فانت كده بتضر الناس مش بتفيدهم. وانت تبرعك انت متخيل ان انت بتعمل ثواب بتنفع بيه اخواتك واهلك في مكان اخر، وبتساعد بيه الناس وبتاخد عليه ثواب، وانت بدون ما تقصد وبدون ما تشعر بتضر بلدك وبتضر الناس بهذا التصرف. الهدف من انه لازم كل جمعيه قبل ما تحفر اي بير لازم ترجع لوزاره الري، الموضوع ده مهم جدا. الهدف منه انه احنا بنتكلم على مخزون جوفي، مخزون جوفي احنا مش شايفينه موجود على اعماق كبيره بمئات الامتار. مجرد انه شخص يحفر بير لوحده ويبتدي يرفع الميه، هو ممكن في البدايه بيكون فرحان ان هو الميه بتطلع معاه، ولكن في مشكله كبيره انه ممكن بعد شهر شهرين الميه بتبتدي تنخفض وبتملح، درجه الملوحه بتاعتها بتزيد وبتصبح غير صالحه للاستخدام. وفي بعض الاماكن ممكن يكون الخزان اصلا ميته مش صالحه للاستخدام، فيسحب ميه ويبتدي يستخدمها للشرب او للرعي او لبعض الاستخدامات ممكن تاذيه. فبالتالي انت بتعمل تصرف انت متخيل انه بينفعك، ولكن صحيح بيضرك وبيضر غيرك. الوزاره بتعمل دراسات للخزانات الجوفيه الموجوده، وعلى اساسها بتطلع تصريح بحفر بئر جوفي.
بناء على دراسه، وبيتحدد في هذه في هذا التصريح اللي بيخرج او الترخيص اسف الترخيص اللي بيخرج من الوزاره بيتحدد فيه البير دوت تصرفه قد ايه، يرفع تصرف قد ايه، بيشتغل كام ساعه في اليوم، والمسافات البينيه بين الابار تكون قد ايه، لان احنا لو حطينا ابار كتير جنب بعض هيحصل هبوط لمنسوب الميه الجوفيه، مش هيقدروا يسحبوا الميه، فلازم يكون في مسافات بينيه بتتحسب بين هذه الابار. في تحليل بيتعمل لنوعيه الميه عشان نتاكد ان الميه اللي طالعه دي صالحه للاستخدام، وعلى الاساس دوت بيتم الترخيص بحفر بئر في هذا المكان. فبالتالي احنا بننشط المواطنين، وبالذات احنا داخلين ان شاء الله على شهر رمضان الكريم، وناس كتير بتبقى عايزه تقدم تبرعات. صحيح، احنا طبعا يا باشمهندس محمد احنا بنشكرهم طبعا على نيه الخير مفيش شك، لكن على الجانب الاخر لازم ياخدوا بالهم لان هم كده بيضروا بيأذوا نفسهم وبيأذوا البلد طبعا. احنا مش بنقول الناس ما تتبرعش، ولكن لما تتبرع تبقى متاكد ان هذا البير واخد ترخيص من وزاره الري، ده امر مهم جدا علشان تضمن ان الثواب بتاعك رايح في الاتجاه الصح. لكن لو اتحفر بدون ترخيص من وزاره الري انت كده الثواب مش هيجي لك، بالعكس انت كده بتاذي غيرك وبتاذي الناس، وممكن البير اللي اتصرف عليه مبلغ ضخم عشان يتحفر يقعد كام شهر وبعدين يتقفل تاني. صحيح، وتبقى الفلوس راحت على الارض. كل الشكر ليك المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه والري، الف شكر يا فندم.